دعوها لي أنا. دبور ارحل الآن وإلا أو ما أو لسه عني مليون مرة. مستشفى مص السم وستكون بخير. بسيطة جدا، مجرد لعسة دبور. فم 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 خل. إسعافاتك الأولية خاطئة. للعودة للبيت؟ لا، لأني لسه في الغابة. يلا إلى غابة الحرية، حيث نقطف الثمار من الأشجار ونصطاد السمك من الأنهار بلا نقود، والحياة ملكنا. طيب جميل، ولكن لحظة، كنتم ورائي؟ لأنه هيا نلف المنطقة قليلا، كأنها غابة يعني. أخ، هذا ما تأكله يوميا؟ لا، ما أكله أصح، إنه من حيث يأتي الأكل ويعود أيضا. سوبر ماركت الحي؟ لا، الأرض. هاي يا مقرف. هاي مخو، هل أفعلها؟ آسف يا لسون، تحمل وابلع. ماذا؟ أنا وعيالي لن نهضم هذا. من العيال يا ماعدة؟ أنا أطول من هذا الجسم 5 مرات. انسي يا معا، مللت منكم دائما تخرجون ريحا. رفاق، لما لا نحب بعضنا؟ ما بكم؟ اهدأوا قليلا. لا يمكنك أكل التربة، أفركها على جسمك فكلها فوائد. الحمد لله، كانت معدتي على وشك ضرب مخي. أتتذكر متى كانت آخر مرة تأملنا فيها النجوم؟ بصراحة المكان جميل هنا. تكلم عن نفسك فقط، النوم على الأرض مؤلم كأن العقارب تعقربني. أنت نائم على جنبه. أي نعم، هذه حياة صعبة، ولكن على الأقل لقد لمت شمل العائلة. شكرا لمساعدتنا أيداهو. نعم. أنا أعرف فيما تفكر، ولكن وفر المواعظ. تحب أن تجرب؟ يلا كمان مرة. دود اصحى. مصيبتك مصيبة. حصل خير، أكلنا برجر وشربنا ولعبنا ألعاب فيديو. فهمت أنه أسلوب حياتك المقرف المصرف المستهتر المتهور. أصابه بتسمم. لحظة، كنت سهرانا على ألعاب الفيديو ونحن نائمون في العراء. منافق؟ أعرف، آسف، أنا كرهت هذه الحياة منذ أن أطفأت التلفزيون. ولماذا فرضتها علينا؟ لأن عندي مبادئ، لكن لا أعرف مكانها. مهلا، لحظة، الخضار لا يحتاج إلى طبيب بل لبستاني. إلى بيته فورا. لا تقلق، أحبك يا صديقي. بيتي بعيد من هنا. ماذا أقول؟ أسرع بابا. أوكي، طريق مختصر بعد 5 أمتار إلى اليسار. أعطني نقودك هيا، ولا تطلب النجدة. أطلب النجدة حالا. واصل مباشرة يسار يسار. أنا آسف يا صديقي، إنها غلطتي. لا لا مشكلة. هاي، يبدو أنه يتحسن. أسرع أسرع. يسار يسار يمين. طلع وسط البلد. هذا طريق مختصر، سيموت حالا. اصبر حبيبي، بابا متمكن كما ترى. لا بالعكس. ذهبنا لكل مكان ما عدا بيت أيداهو. يعني نحن تائهون. 3 دقائق قبل الموعد. عائلة أيداهو، أرجوكم ساعدوه. فات الأوان.